هذا ويشكل تفضل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بافتتاح دور الانعقاد إذانا ببدء مرحلة جديدة في مسيرة الحياة الديمقراطية والتشريعية في مملكة البحرين. وتمثل التوجيهات الملكية السامية الأساس الذي تنطلق منه مسيرة العمل الوطني لكل السلطات والمؤسسات في مملكة البحرين، وفي مقدمتها السلطة التشريعية. الرعاية الملكية السامية لافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب تؤكد مدى الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمسيرة البناء والتنمية الشاملة التي كان من أبرز أوجهها المسيرة النيرة للمجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب. أهنأ سيد جلالة الملك المعظم وسموه العهد بافتتاح دور الانعقاد الثالث من فصل التشريعي السادس، كما نهنأ أنفسنا على هذا اليوم المشهود في الديمقراطية البحرينية. لا شك أن هذا اليوم له معنى كبير، استمعنا في هذا اليوم إلى الخطاب السامي من سيد جلالة الملك الذي حمل معاني وحمل توجيهات وشكل خارطة طريق وخارطة عمل للسلطتين التنفيذية والتشريعية، ونحن بدورنا في الأمانة العامة بإذن الله سنعمل كل ما بوسعنا من أجل تحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع. بداية سيدي حضرة صاحب الجلالة حفظ الله ورعاه دائما ما يؤكد في كلماته السامية عند افتتاح دور الانعقاد على مبدأ مهم، هو التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ونرى اليوم بأن هذا التعاون هو حصيلة لما نطلق عليه موروث من الممارسات البرلمانية، نجده قائم على سبيل المثال في التعاون في برنامج عمل الحكومة في المجلس النيابي، نجده قائم كذلك في التعاون على أن تكون الميزانية تعكس تطلعات الوطن والمواطنين، ونجده التعاون كذلك قائم في اللجان المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم حملت في طياتها خارطة طريق واضحة ودقيقة يسترشد بها أعضاء المجلس الوطني وتنير أمامهم مسارات العمل الوطني ومجالات التطوير والتحديث بما يحقق الرفعة والنماء والازدهار لمملكة البحرين في شتى المجالات. هي خطة العمل المستقبلية بالنسبة إلى السلطة التشريعية فيما يتعلق بالأولويات حسب ما يراها جلالة الملك الحفظة. اليوم عندنا نحن موجود مسؤولية، وفي نفس الوقت يعني مع هذه التوجيهات نعتقد أن نحن من الواجب هو التكاتف جميعا وراء كل هذه التوجيهات، وفي نفس الوقت نأخذها كخارطة العمل إن شاء الله للفترة القادمة. كلمة جلالة الملك هي عبارة عن طريق، خارطة طريق لنا من خلالها احنا نقدر نعمل ونقدر نسن قوانين وتشريعات تركزت فيها على النمو الاقتصادي ورؤية 2030 ودعم رؤية 2050 وحط مساراتها. ايضا تكلمت عن الشأن العربي وأهمية وعدالة القضية العربية والتأكيد للدعوة لمؤتمر سلام على مستوى الشرق الأوسط تستضيفه مملكة البحرين، وتم التأكيد ايضا على قضايا مهمة وهي قضية الأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي ان احنا لازم نتم التركيز عليها. فنعتبر هذه الامور لازم احنا ناخذها خطه نعمل فيها ان شاء الله في هذا الدور. مسيره عمل مجلسي الشورى والنواب الناجحه تؤكد على صحه المسار وتكامل الجهود وتعاون السلطات، وهو ما قاد المملكه خلال السنوات السابقه الى تحقيق تطور قانوني وتشريعي كبير اسس لمرحله مستقبليه مشرقه وفتح الافاق امام الاجيال القادمه لتحقيق مزيد من المنجزات مرتكزين على اساس متين من الخبره العلميه والعمليه في المجالات التشريعيه. الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه جاءت كلمة شاملة تناولت مختلف القضايا والموضوعات التي تهم الشارع العام وتهم المواطن البحريني على وجه الخصوص، تأخذها السلطة التشريعية خارطة عمل ونبراس لتحقيق العديد من المنجزات والتقدم الملحوظ في مختلف القطاعات بما يحقق العديد من المكتسبات للمواطن البحريني. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.